اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما حضراتكم شفتوا قبل ما نطلع على الهواء صور بطوله العالم، يعني مصر خدت المركز الثالث في بطوله العالم اللي اتلعبت في تركيا، والحقيقه دي تميمه البطوله. واولادنا اولاد النادي الاهلي ساهموا بشكل كبير طبعا في مصر انها تاخد هذا المركز. البطوله بمناسبه للناشئين والشباب وتحت 21 سنه، دي كانت البطوله. قبل ما نروح نتكلم عن تفاصيل البطوله وعن ابطالنا، بحب ارحب في البدايه طبعا بمريم المغربي صاحبه فضيه الكاس الجامعي في بطوله العالم. مريم العزبي، انا اسف، مريم العزبي اللي طبعا حصدت فضيه الكاتا الجماعي. اهلا بيك يا مريم، منورانا ومبروك. وطبعا بحب ارحب كمان بفاطمه عبد الناصر صاحبه ذهبيه الكوميتيه تحت 59 كيلو، منورانا يا فاطمه. خليني اجي لك يا فاطمه. يمكن الذهب يعني بتبقى في بطوله العالم امر صعب شويه، ممكن تخش في الثلاثه الاربعه الاوائل، بتبقى الموضوع نوعا ما صعب طبعا وقوي وبيبقى فيه محتاج مجهود، بس الذهبيه بتبقى محتاجه شغل ومنافسات تانية. احنا خدنا الذهب ده مع مين في الفاينل؟ لعبت الذهب مع المجر في الفاينل. مع المجر. طيب يعني افضل فريقين هم اللي تاهلوا سواء مصر او المجر، ولا كنت شايفه فرق تانية قابلت بعض في التصفيات عشان كده ما وصلوش فاينل؟ لا طبعا، هو الفرق اللي كانت منافسه معانا قوي كانت اليابان مثلا وفرنسا، كانت دي فرق اليابان. منافسه. اليابان كانت فرق منافسه جامد، وخصوصا في الكات عند مريم. لكن انا عندي في الميزان كانوا الفرق المنافسه كانت البوسنه والمجر. فعلا كان السيمي فاينل مع البوسنه كانت اللي معايا المصنفه الاولى عالميا، والمجر برضو كانت بنت يعني كانت جامده برضو. طب كلميني عن البطوله بقى، يعني خش البطوله واستعدادها وسافرت ازاي، اتخذت منتخب مصر ازاي، كلميني عن ما يعني او اللي سبق هذه البطوله، ايه اللي حصل عشان تتاهلي تروحي البطوله دي؟ طبعا البطوله دي مش تعب سنه واحده، يعني ده تعب سنين طبعاً. انا اصلا في المنتخب من 2018، يعني سافرت بطوله العالم ناشئين وحققت فيها فضيه بطوله العالم في ميزان 47 ناشئات. وطبعا كان نفسي في ذهب ساعتها، بس الحمد لله ربنا عوضها لي السنه دي بذهب. فضلت في المنتخب لحد 2022، لحد وقتنا دلوقتي. لعبت طبعا بطولات محليه كتير، جبت اول جمهوريه 7 سنين متتاليه. سافرنا بطولات بحر متوسط، بطولات تنشيطيه، بطولات كتير بره قبل بطوله العالم. وكانت اخرها بطوله العالم في تركيا في كونيا. الحمد لله لعبت 6 ماتشات والفاينل وجبت ذهب الحمد لله. فاطمه انت مواليد 2004، يعني بنتكلم 18 سنه صح؟ لسه ان شاء الله المستقبل عندك كبير، لغايه 21 سنه دلوقتي تلعبي بطولات ناشئين صح؟ مظبوط. يعني لسه قدامك يعني ما شاء الله يعني ماشيه بشكل جيد. طيب لما بتروحي منتخب مصر هل بيحصل تصفيات؟ يعني انتوا بتخشوا المعسكر في الالعاب الفرديه بيعملوا زي تصفيات جوه مثلا مركز الاولمبي في المعادي عشان ينتقوا اعضاء المنتخب، حصل ده معاكي ولا انت نتائجك كانت مخلياكي داخله على طول؟ لا طبعا، احنا بنصفي اكتر من تصفيه في السنه، يعني احنا مثلا يجي نصفي 4 مرات مثلا 5 مرات عشان بطوله العالم دي. وبنتفحت جوه المعسكر، غير التمارين، غير التقييمات اللي بتتعمل لنا جوه، غير التصفيات عشان ينقوا افضل العناصر اللي تمثل بطوله العالم. طبعا. بس يعني وبيبقى في بطولات بره برده بنشوف نتائجها عشان نسافر لبطوله العالم. يعني افهم من كلامك ان مش منافسه البطولات بس، ده منافسه في التصفيات جوه المنتخب والمعسكر. بالنسبه لنا منافسه جوه اصعب من بره كمان. لا برافو، الف مبروك.